بعد أكثر من عامين على اختطافهم، هذه المحاولة الأكثر جدية لمعالجة وضع المختطفين المغيبين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع. مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك ستيلهارت دعا جميع الأطراف إلى السماح بزيارة المحتجزين جراء الصراع في اليمن، مشددا على ضرورة السماح بزيارة المعتقلين ومراقبة ظروف احتجازهم وإخبار عائلاتهم التي لا تعرف عنهم شيئا. الدعوة لا تختص فقط بالمختطفين في سجون الميليشيا وهم الأكثر عددا والذين يعيشون في ظل ظروف إنسانية صعبة، ولكنها دعوة لجميع الأطراف بما فيها السلطات في المناطق المحررة. يتساءل البعض لماذا تأخر هذا التحرك من قبل الصليب الأحمر كل هذه المدة، فيجيب آخرون أن هذه الخطوة تأتي في عقاب وقوع عدد من قيادات الميليشيا والشخصيات المحسوبة عليها في قبضة القوات الأمنية في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرات الحكومة، وهو ما يعني من وجهة نظرهم إثباتا واضحا لخضوع المنظمات الدولية لإملاءات سلطة الانقلاب في صنعاء وشبكاتها الحقوقية التي تتمتع بعلاقات واسعة مع هذه المنظمات. يتعرض جهد الصليب الأحمر لاختبار حقيقي في الأثناء، حيث نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة في صنعاء للمطالبة بتدخل المنظمة لإنقاذ ذويهن المختطفين في سجون الميليشيا بصنعاء، وأن حياته في خطر بعد تدهور حالته الصحية في سجون الحوثيين. وقالت الرابطة في بيان لها إن الحوثيين يمنعون إسعاف أبنائهم لتلقي العلاج اللازم وإنقاذ حياتهم بعد تفشي مرض الكوليرا في سجون الميليشيا بصنعاء. محاولة أخيرة لمعالجة الملف الأكثر سوداوية في الأزمة اليمنية، إلا أنها محاولة قد لا تتجاوز حدود الدعوة التي طالما تكررت من قبل منظمات دولية عدة، والتي تكسرت دائما على أبواب مسؤولية الميليشيا وسلطاتها ورغبتها في تحويل البلد برمته إلى سجن كبير لأبنائه.